سلام عليكم. السلام على وش يحكي عن أنا أصح صدورة صدور على يدين أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريان وأريان إلى على العبة بل الذين كفروا على تقدير الله ثابت حق هي يمشي به العمل، بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعلم. فنسأل بعد الله لا سخط من الله أن يمسيك بصرة على كل بصرة ترتاح إلى نفسي ويصلى وسلم والأهل الأضعاف ولما تقول زملاء كيف كل تحقيق وكل ما عملت فائدة ولما تقول ولا مسابقة ولا حاجة. لا يسخر بي، قال أمر النبي عليه الصلاة والسلام فبشرهم بعذاب أليم أن ترموا تريدوا منه إيه الألجة. وبعد ما استثناء سنراه فيما بعد بحول الله تعالى.